صح شريبتكم، مرحبا بكم في الاختبار. حلقة الليلة مختلفة تماماً على بقية الحلقات، وضيفنا هو نجم الكاميرا الخفية بامتياز، الفنان والكوميدي لطفي بندقة في الاختبار. شيكس برنامج كان نازح نزاح صح، نتعدى وسط الجمعة وصلت نزاحم في سامي فهم، فهمت في البرنامج يقول لك دليلك ملك ولا اتجاه المشاكس يتنافساني على المرتبة الأولى، فهمت. لطفي بندقة من الناس اللي يمن بالمثال اللي يقول اضرب الحديد وهو سخون. دخل ديريكت مع ضيفتنا من كندا يحكي على أعماله، نجاحاته، قدراته في شد المشاهدين وجبد التوارخ الكل، وكل شيء مدعم بالوثائق والمستندات. ليه معناها الدنيا ثانية، فهمت؟ الدنيا ثانية. اشتيخو حبيبي سهيلة كمالك تشك نعطيني كابوسان صوموس تيفن جدي بندق، نجيب لي بندق باه سهل. سيد بندق يخرج عايش. فهمنا انه هما باش يتكلفوا بالجانب المادي، وطبعا مش يشاركونا في الجانب الفكري خاطر هما ما عندهمش اطلاع كبير على الموجود والمطلوب زاد. دونك جات لوكازيون باش سهيلة جات وتعمل أربع أيام تقابل فيهم الناس وكذا، دونك باش تفهم شنو اللي مقلق الفنان، شنو اللي يلوج الفنان زاد يلقاه لهنا، خاطر أوكي يلوج على اللي يحبه المتلقي وكذا، ما زاد فما فالور أخرى اسمها الفنان المبدع الكذا، شنو اللي يقلقه باش ما يزيدش يبدع أكثر، شنو اللي زوبستاك اللي موجودين ونطرط الفلوس وكذا. دونك جينا قلنا خلينا نعملوا هالمجموعه نتاع اللقاءات ومن بعد نحطوا الكونسيبت. احنا ما عندناش انتاج مثلا ماشي على طول العام، صحيح في وسط العام التونسي في حاجه لذا. كان عندنا راه قبل كانوا يعملوا جوز مسلسلات في وسط العام بحق. وي كانوا يعملوا جوز مسلسلات وكانوا يعملوا تيلي فيلم، كان تذكر شريط تلفزي وادي فرنان وكذا، اي ما كانوا يعملوا جوز مسلسلات كانوا محلاهم ما ولا المسلسلات تذكر لا يعملوا لا يعملوا انه نعملوا في رمضان ممكن البريد ما خلطش عليها. توا شو اللي يقول لك؟ قول جيب الاشهاء. انت بتجيب ليستا لا في شكون مثلا سمي لي طاقه؟ انا ما نحبش الاسامي، ما نحبش نتجرح. ليه سامي؟ علاش انت حتى مش ما نحب يا خويا؟ انا حد باش يضيفني وهو ليس جي دون فالور سور، وانا باش نزيد نكبر فيه. خويا عايشك باش نزيد نكبر فيه. عندك تقول لي انت ما فاهم تيتر 5000 في النهار، في النهار في النهار اي برجور اي معناتها معناتها كامل كل التورناج مش طويل نتاع ثلاثة سوايع ماكس، معناتها مش نخليك زاد تستنى خمسة ستة سوايع. باش تصور هنا في حمام، تصور هنا في مازلنا ونا با ديسيدي وين الأكثرية لنا هو حكاية 2000 دولار معناها يجي صحيح بون ديزون 3000 دولار باهي انا جوبوها نو خاطر كيما قلت انت يجي موتيفي كيما حكيت لك انا هاي بطيخ عاش كيش عاش بابي بابي اي خوية محليك عايش كيف بابي محليك عايش ربي يخليك بارك الله عليك المهر عايش كل الله يوم ربي بارك زيادتك نور على نور يرحم والدك عايش عايش فضلك يا سيبت عايش هذاك مليك والله ما عنده حتى صار جبت ضيف انا جابش فلوس معاه باش يجي يشرب قهوه وجو به ميساج ميساج كل عسل ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله معرف خير فضلك يا ربي يبارك لك يا بابا طب يجيك من الاخر كيفاش دخلوها لك الكاميرا الكاميرا هذه الكاميرا كاشي نحب نكملوا في الحكايه نكملوا وين عاملها لا لا هذا بيه ما نكملش عامله 12 مره كاميرا كشي خاطر اسمعني بزولي خلينا نكملوه اما باش نقول انت اي لا نكملوا ما فهمت باش تشوف جوست السيناريو كيفاش هذيك الخطه السيرفيونس هاكا السيرفيونس صحيح احسن شيء نكملوا سيناريو نكملوا سيناريو اما راني باش نقول انت في بالك اما كان ما في بالك شو السيناريو هذا كيفاش باش تتفاعل معاه
ايش رايك؟ بما انه ولد في بندقة فاقلة لحكاية كاميرا كاشي تقلق نسبيا بعد ما كان يطرح في افكار برامج جديدة وإمكانية عمل تلفزيوني مميز، حاولنا بكل الطرق نقنع ضيفنا لطفي بندقة انه نكملوا الحكاية ويعمل روحه ما في بالوش، زعمة يقبل. بعد الفاصل. اسمعني بالجولي خي نكملوه، اما باش نقول لي انت لا نكملوه ما نفهمش، باش تشوف جوست السيناريو كيفاش هذيك خطيه سيرفيونس هكا سيرفيونس صحيح احسن شيء نكملوا السيناريو اما راني باش نقول لي انت في بالك، اما كان ما في بالك شو السيناريو هذا كيفاش باش تتفاعل معاه، اش رايك؟ زي ما عليك تعدي يا شكلي انا نضحكش ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ورمضانكم مبروك وصديق عزيز. اسمع اعطيها لي بالزمقري شويه وبالجيبسي بصراحه، اسمع يتكلم جيبسي حاجه. انا نقول لك كي قال لي حاجه غدانا جارجيس هذه غير اني جيت وفهمت قال لي نشربك انت تشرب حاجه حمراء حمراء، قلت لي نشرب حاجه زرقاء وفرح بي حقق حبيب فرح بي ياسر هني في سوسه، فهمت حتى قلت لك تجي قابس تجي نقابس غادي نعطيك رمان قابس كل وقت انا حن قابس اي جي غادي ابن كمان تنجم تجينا لفرنسا ونذبحوا العلوش احنا وقت في كل عام وقت نجوا لهنا وناكلوا المقرون نعمل كل الجو يهبل وكل البوطون هذاك يقتلك العلو السمسار شو اسمه الصصان المجرم يقتل العلوش ونحرو ربطه الاستماع وجو يهبل وحطوا كل غناية البوطون يدور يخضار يا سمسار يقتلوه في ريكرياسيون هب الجو والدليل مصدرة في البولانجيري في الكوشي لا 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 يخرج في القربة المرود لا 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 نرجع كل عام في بلادي كل عام نجي في فرنسا يقولوا رجعوا لبلادكم وذي نرجع نمشي لغواتيمالا تونس بلادي وذي غير جيس عنده برنامج اسمع فيه ميدي دو او هبل جبنا واحدة قلت باش نطلع رئيس دولة ونجيب 57 وزير وتقول لك تودي رحلاكم بالعكس تستناونا في رمضان مع اخونا زهير الجيس في الاختبار وانا في الاختبار ما حصلتلوش يبطى في الهبطة عشقوية زهير إن شاء الله رمضانكم مبروك